يا حضرة الشاعر لا تدخل وتنساني عطني من الجبل والمزاح كافيا. يا حضرة الشاعر لا تدخل وتنساني عطني من الجزل والمداح كافية هذا مزح الليل هل في خاطر شاني وطيب فيها الكدا هي بس ماوية ابن أسرك يلي يكرم العاني في مدحهن يعجز التفكير ويقية سواد في اللهن في مجد عنواني وله من الزين والأخلاق النارية كل الحلا فيهن من الرحمن رباني والملك لله والعزة الطيبية لطفر الملعب في كل ميداني تنقص له النفس بشوق شوق قمرية المركز الأول مهم مهر الثاني محظوظه التاج في الحال الجبرية ترضخ له سيرة الوفاة من داني زمن فخر وجود الطارية يا حي الطاريين اللي يروي لساني نايم واجبهن وقلوبهن حية فاقول بنت البر كل في جهاني وابوي رجال المواقف ساعة الحية بنت الفخر والسطر لا تاني دخاني لا تنحسب والنسب والنية هنية والفخر ورد يا حق للاخذ الشمس والقية يا حضرة الشاعر لا تدخل وتنساني عطني من الجزل والمداح كافية هذا مزح الليل هم في خاطر شاني والطيب فيها الكذا هي بس ماوية بناتك يلي يكرم العاني في مدحهن يعجز التفكير ويقية سواد كلهن بالمجد عنواني ولهم من الزين والأخلاق النارية كل الحلا فيهن من الرحمن رباني والملك لله والإخلاص الطيرية لطف من الملعب في كل ميداني ترقص له النفس بشوق شوق قمرية المركز الأول مهم مهر الثاني بحضوره تقف الألحان الجبرية ترضخ له سيرة الوقفة من داني وما خذ الوسام الفخر والجود الطارية يا حي الطاريين اللي يروي لساني نايم واقف هنا وقلوبهن حية أقول بنت البريد والمدح يزهاني وابوي رجال المواقف ساعة الحية بنت الفخر والصفر لثاني لا تنحسب والنسب والنية هنية والفخر ورد البغي ورد الجداني يا حق لله بيت الشمس والفية يا حق لله بيت الشمس والفية. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021.